يا مرحبا ترحيب تنتشرح البان عند الكريم اللي يشيل المهمة اقلط على طيب يسابق له دلال تلقى تراحيب الكرم مستتمة مبروك يا زيد وعسى فالك يا لنسل شيخ كل علم يتم النعم صابه من النعم رجال مثل مناحي نظرة الناس يما ما هو بوالله حاسب رؤوس الأموال فيها الحمية الطبخ وسط دمه أما الدلام من الجود همال العد عد راهيم فيه جمة أبو فهد من صاف قرين الأحوال واللي كواه الهم فرج همه ذولا بن منحي مشايخ وابطال شيوخ قوم تتلي كل قمة مكيالهم يا في على كل مكيال سلم قوي واللي بدرب يدمه دعوة بني عمي لها نتعب الحال يا سعد بن عم دعاه ابن عمه واليا دعاني مثل ما ضيل الافعال احيانا صيب الدرب واحيانا زمه وانت من اللي فعلهم ما ضرب امثال الرجل منهم يدرق القوم كمه على دنامر يوم حارب وعيان من تقربه ربعي تراها تخمه خيالهم يسوى 80 خيال اللي يباهم ما بعجت بهم شربت الدم الحمر شرب فنجال عدو نادايم بهمه وغمه يا مرحبا ترحيب تنتشرح البان عند الكريم اللي يشيل المهمة اقلط على طيب يسابق له دلال تلقى تراحيب الكرم مستتمة مبروك يا زيد وعسى فالك يا لنسل شيخ كل علم يتم النعم صابه من النعم رجال مثل مناحي نظرة الناس يما ما هو بوالله حاسب رؤوس الأموال فيها الحمية الطبخ وسط دمه أما الدلام من الجود همال العد عد راهيم فيه جمة أبو فهد من صاف قرين الأحوال واللي كواه الهم فرج همه ذولا بن منحي مشايخ وابطال شيوخ قوم تتلي كل قمة مكيالهم يا في على كل مكيال سلم قوي واللي بدرب يدمه دعوة بني عمي لها نتعب الحال يا سعد بن عم دعاه ابن عمه واليا دعاني مثل ما ضيل الافعال احيانا صيب الدرب واحيانا زمه وانت من اللي فعلهم ما ضرب امثال الرجل منهم يدرق القوم كمه على دنامر يوم حارب وعيال من تقربه ربعي تراها خيالهم يسوى 80 خيال اللي يباهم ما بعجت بهم شربت الدم الحمر شرب فنجال عدو نادايم ب